الأمر هذا يمس جميع شباب المجتمع الجزائري. وعلاش؟ شوف، عنده أسباب عدة، منهم وسائل التواصل الاجتماعي. باسكو بكري كانوا يصراو دي زيستوار، هذوك لي زيستوار يبقاو في ستر. ما ربي سبحانه أمرنا باش الإنسان يستر. علاش؟ السترة هذه تأثر على عندها كيما نقولوا حنا دي كونسيكونس في المستقبل. هذو وسائل التواصل الاجتماعي بكري كانوا يصراو دي زيستوار، مي الناس ما تسمعش بها. دوكا ولات تصرى حكايه يسمع بها منطقه، ومن بعد الناس كاع شباب كاع مثال على ذلك، انه انسان يتزوج ما يصدقش، عادي ما يصدقش في زواجه، يبدا يكري دي زيستوار على الطفله هذيك ولا على الزواج، يخلي الشاب اللي راهو عازب يخاف باش يونجاجي في حاجه كيما هذه حاجه من الحوايج اللي خلاو شباب يمتنع، ولا كيما راك تقول يكون عندهم عزوف عن الزواج. الحاجه الثانيه انه كاين الناس بزاف يقول لك الشرط 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 الشرط، حتى بالمختصر المفيد ولا العائله ولا الفاميليا صالحه، ولا اللي حابه تزوج بنتها، ولا الشاب اللي حاب يتزوج صالح يستخير الله يتزوج، ما يهضروش عليه، يهضروا دائما على الحاجه النيجاتيف اللي متعلقه في الزواج في المجتمع الجزائري. هذه اللي خلات الشاب الجزائري يخاف من الزواج، يقول لك انا ما تزوج فلان تزوج صرا له هكذا وهكذا. انسان هي في الاصل نحن شعب مسلم، انسان يستخير الله عز وجل، وما خاب عبد استخار الله عز وجل، وربي يهدينا ان شاء الله ويصلح حوالنا ان شاء الله. وبيان سور الزواج فيه بركه، بركه للنفس وبركه للمال وبركه للاهل. هذه حاجه الانسان الصالح نهار اللي يسعى يتزوج هي النيه الاولى، النيه واش ينوي انه راح يكون اسره مسلمه صالحه للمجتمع. اذا نويت الحاجه هذه وتكلت على الله عز وجل ما تخافش، ما ربي ما كتبش بينك وبين الطفله هذيك ولا بينك وبين الاهل ديالك كما نقولوا الموده والرحمه، تتفارقوا ولا تتخاسروا بحاجه ترضي الله وترضي المجتمع ان شاء الله. جزائر تيوب، اول قناه الكترونيه في الجزائر.